السلام عليكم. موقع بيج بلو بوتون ده بيدي ان انا اقدم محاضرات للناس اونلاين ومجاني. كل عليك ان انت تاخد الرابط دوت تبدا تبعته للطلبه، هيبداوا يحضروا عندك هنا. تقدر تشارك معاهم المعلومات، تقدر ترفع برزنتيشن باور بوتون الباور بوينت، او ترفع فيديو تشاركه معاهم، او تيجي هنا تستخدم الادوات ديت اللي هتساعدك في الشرح. مثلا ترسم لاين بالشكل دوت، تمام. تقدر تشرح بأدوات البنسل مثلا لو انت عايز تبقى حر، تقدر تكتب بعض الكتابات وترسم بعض الرسومات عشان تشرح لهم الفكرة. فدي تبقى زي وايت بيبر، تقدر تشرح عليهم كل الحاجة اللي انت عايزها، تقدر تمسح كله. تقدر تفعل ان اكثر من شخص يشتغل معاك على الوايت بيبر، وكل واحد يبقى اسمه موجود على الماوس اللي موجود هنا، تمام. وتقدروا تتكلموا مع بعض الصوت، او تقفل الصوت، او تشغل الويب كام، الكاميرا اهي، فتقول له مثلا ستارت، فيبدا يشير الصوره مع الناس بالشكل دوت. طبعا ممكن يكون في اكتر من شخص مشارك الصوره، تقدر تسحبها وتحطها هنا مثلا، وهكذا. تقدر تشير السكرين بتاعتك الشاشه بالشكل دوت، فتقول له تحدد الشاشة وتقول له شير، وتشرح لهم من خلال الشاشة بتاعتك بشكل دوت. طبعا هتفضل ملا نهاية بشكل دوت، ممكن بعد كده تقول له ستوب شير وترجع للوحة بتاعتك. فأنا شايف إنها أداة كويسة ومجانية، وهي أصلا مخصصة للطلبة والمدرسين اللي عايزين يشرحوا.